السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده زي ما اتفقنا هيكون يوم اكلات من المطابخ، مطابخ عربيه، مطابخ اوروبيه، اجنبيه، اسيويه، والنهارده هنبتدي مع بعض من المطبخ الاردني وهنعمل وصفات من ضمن الوصفات المشهوره جدا في الاردن وطعمها بيبقى لذيذ قوي قوي قوي. قبل ما نبتدي عايزه اقول لكم انكم ممكن تتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي هتظهر على الشاشه، وكمان عن طريق تكتبوا لنا تعليقاتكم على اللايف اللي موجود على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك. هنبتدي اول وصفه النهارده بالمنسف، والمنسف هو اكله مشهوره جدا 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 في الاردن وطعمها لذيذ قوي قوي قوي. وعلشان نعمل المنسف عايزين فخده او خروف كامل او كتف زي ما انتم عايزين، وتكون مسلوقه، ودلوقتي هقول لكم ازاي. عايزين 2 بصل، 2 ورق لورا، وده اللي هنسلق بيه اللحمه بتاعتنا. عايزين جميد، وعايزين مرقه سلق اللحمه، رز، وعايزين خبز شراك، لوز وصنوبر، وسمنه بلدي. طيب دلوقتي احنا علشان نعمل المنسف بتاعنا احنا سلقنا اللحمه، واللحمه انا بسلقها بس في بصل وورق لورا ورشه ملح صغيره جدا. ليه رشه ملح صغيره؟ لان الجميد اصلا فيه ملح، فاحنا مش هنقدر نملح اللحمه كتير ابدا، لان لو ملحناها وحطينا الجميد هتبقى الدنيا مالحه خالص. فانتوا يا رشه ملح صغيره بس تساعدنا ان احنا نطلع الريم او الزفره من على اللحمه، او ما تحطوش اصلا ملح خالص. عندنا الجميد هنا، هو ده بيكون شكل كره الجميد، والجميد بيبقى موجود، هو دلوقتي موجود في مصر بكثرة لان المنسف ابتدى يتعرف في مصر قوي، وابتدت الناس اللي جربوه حبوه وابتدوا يدوروا عليه، فهو موجود في محلات الاكلات الشامية، الاكلات السوري هتلاقوا موجود كور الجميد. هو شوية شبه الكشك الصعيدي، كور اللي بيبقى كور ده. دلوقتي علشان نعمل الرز بيبقى مرات لونه أصفر كده، الصفار ده بيبقى جاي من السمنة البلدي. في ناس بيحطوا عليه كركم، أنا ما بحطش كركم، أنا بستعمل السمنة البلدي الأصلية المحوجة اللي بتبقى موجودة في الأردن، وهي برضو موجودة في المحلات دي، هتلاقوها موجودة السمنة البلدي المحوجة. هنحط دلوقتي هنا شوية سمنة، شوية حلوين يعني، في الحلة علشان نعمل الرز بتاعنا. أنا بعمل الرز بالسمنة البلدي، وكمان بحط بسويه بالمرقة بتاعة سلق اللحمة. تمام، خلينا نشيل دي كده من هنا وحطها هنا. ادي كده، كمان عايز تشيل حلة اللحمة؟ المشكلة في حلة اللحمة. اوكي، شلت واحدة تانية خالص. اوكي ماشي، الريحة طلعت، السمنة البلدي المحوجة بيبقى لها ريحة كده معينة، بس انا هحط شوية كمان. تمام كده، هنجيب دلوقتي الرز هنطبخه عادي جدا، بس زي ما قلنا بسويه بالمرقة بتاعة سلق اللحمة بتاعتنا. هنحط الرز، طبعا هحط له ملح لان المرقه زي ما اتفقنا ما فيهاش ملح. شايفين هيبتدي بقى يدي اللون الاصفر الخفيف ده اللي هو بتاع السمنه. زي ما قلنا في ناس بتحط كركم عشان اللون يصفر شوية، أنا ما بحطش كركم، أنا بخليه يتعمل بالسمنة البلدي. طبعا في كل بيت وبيعمل المنسف بتغييرات بسيطة، الأساسيات موجودة. يعني في ناس مثلا بيحطوا الزبادي مع المنسف مع الجميد، في ناس بيحطوا شنينة اللي هو بيبقى اللبن الرايب مع الجميد برضو، وفي ناس بيحطوا جميد صافي، انا برضو بحط جميد صافي.
بس ده مش معناه ان الباقي غلط، لا هو كل حد بيحط حسب. نعم اسأل يلا. نعم سهام بحسك بتقول سؤال. اهلا يا سهام ازيك؟ هذا ازيك يا حبيبتي يا مدام سهام؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ والله وحشتينا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه يا غاده. وانتي وحبايبك طيبين وبالف خير يا رب. انا قوي يا غاده، عامله ايه في البرد ده يا غاده؟ الحمد لله الحمد لله كله تمام. الحمد يا حبيبتك، انت عسل يا غاده. ده انت اللي جميله، ربنا يخليكي وما تطوليش علينا كده دايما. لا كلمينا. لا مش هطول عليكي، انا كنت تعبانه والله يا غاده. سلامتك الف سلامه. ودلوقتي الحمد لله. الف حمد وشكر. وبسلم على مدام احلام واعمل لنا المايونيز الصحي. من عينيا. حاضر حاضر حاضر. واعمل لها اكل نباتي وبالنبس. حاضر من عينيا تؤمري. حاضر شكرا يا مدام سهام على تليفونك الجميل. طيب اللحمه طبعا يا جماعه لانها لحمه خروف ولانها فيها عضم بتقعد على النار شوية حلوين يعني، بس احنا برضو في ناس، شوفوا انا هقول لكم على كل حاجة، في ناس بيسووا اللحمة كلها مع الجميد ده، بس طبعا مش غلط بس بيخليها تاخد وقت اكتر. فانا بسويها 3 ارباع سوا في الشوربة، يعني 3 ارباع سوا يعني تقريبا فاضل لها بس شوية وتستوي، والباقي بخليه في الجميد نفسه. طيب دلوقتي احنا الرز خلصنا منه، هنسويه عادي خالص. شايفين اللون الاصفر ده؟ انا واخداه زي ما اتفقنا من السمنه، ما بحطش كركم. طيب هنيجي هنا عند الجميد. الجميد علشان نعمله هو بيبقى فيه كده حاجه معينه، الاصول بتاعته ان هو يتمرس، مرس الجميد بيتمرس فيها ان هو بيتاخد كده وبيتحط هنا شويه ميه، وبيبتدي نبتدي نعمل كده مع الميه، فالجميد بيبتدي يدوب معانا، بس هو بياخد شويه وقت على ما المشكله على ما الجميد يتمرس. ففي ناس بيعملوه بس هو مش ده الاصول يعني، بس في ناس بيستسهلوا وبيحطوه بيكسروه وبيحطوه في الخلاط، او بس يكون الخلاط طبعا بيستحمل. طيب دلوقتي احنا هناخد الجميد، بس هغسله غسله كده سريعه. وبعدين هناخد الميه، انا بحط ميه وشوربه للجميد بتاعنا. هناخد دلوقتي المفروض يتكسر شويه، بس طبعا لما بتكون الطبق بتاع المرس الاصلي يعني بيبقى اسهل انكم تعملوه بالشكل ده، بس هو دلوقتي احنا ممكن علشان يبقى اسهل ان احنا نكسره. فده المفروض يتحط زي ما اتفقنا في الطبق بتاع المرس، او تكسروه وتطحنوه بالخلاط، وبعدين تفضلوا تطحنوا فيه تطحنوه 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 لغايه ما يبقى سائل خالص، وبعدين يتصفى. فده احنا المفروض بقى كده بيتمرس هو بالشكل ده في الطبق بتاعه. احنا عندنا هنا اوريدي شويه معمولين جاهزين، فهنروح دلوقتي هنا للشوربه وهناخد حله اهي، هنحط فيها اللحمه اللي عندنا، اللحمه بتاعتنا مسلوقه 3 ارباع سلقه زي ما اتفقنا، ولحمه بالعظم اهي، بس المرقه علشان ما شافش الحرقه من اولها، بس محطوط فيها بصله وورق لورا. في ناس بيحطوا اكتر من كده، انا ببقى عايزه ادوق طعم المنسف ما فيهوش اي حاجه زياده، بس ده يعني زي ما قلنا كل بيت كل عيله بتعمله بالطريقه، او يعني بتغير فيه حاجات بسيطه حسب ما بيناسبها. في توابل اللي هي اسمها حوائج المنسف، حوائج المنسف في ناس بتستعملها في المنسف، انا ما يعني ما بستعملهاش الصراحه، انا زي ما هو كده زي ما بعمله معاكو انا بعمله، يعني ما بحطش حوائج المنسف. هناخد دلوقتي اللحمه بتاعتنا اللي مستويه 3 ارباع استوى زي ما اتفقنا، وهنحط عليها الجميد اللي عندنا مع الشوربه بتاعتنا اللي متصفيه طبعا، لازم ما ننزلش فيها حاجه، هي اصلا ما فيهاش حاجه غير بصل ولورا.
وهناخد الكلام ده كله نحطه على اللحمة ونسيبهم على النار يغلوا تقريبا يعني ممكن نقول ساعة. هو اصلا فيه مية يعني احنا مرسينه بالمية، ودلوقتي حطينا شوربة يعني هو محطوط عليه شوربة ومية. طيب دلوقتي انا هخلي ده على النار كده زي ما اتفقنا يغلي، واحنا كده تقريبا بس مستنيين الحاجات دي تستوي. في خبز لازم نستعمله مع المنسف وهو خبز الشراك، ده بيكون شكله برضو موجود في المحلات السوري، ده بيكون شكله اهو زي ما انتم شايفين ده خبز الشراك. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا للنهارده من المطبخ الاردني. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا دلوقتي بنعمل المنسف بتاعنا وهنروح على الوصفة التانية وهي المكمورة. المكمورة من الوصفات اللذيذة جدا 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 برضو، ومعروفة بالذات في اربد، دي من الاكلات المشهورة قوي هناك وفي الاردن طبعا كلها، بس هي بتتعمل حلوة قوي في اربد. طيب المكمورة علشان نعملها عايزين 2 دجاج مسلوق ومقطع، في ناس بيحطوه من غير تقطيع بيحطوه بالعظم بس طبعا هو مقطع احسن. 2 كوب دقيق ابيض، 3 كوب دقيق اسمر، معلقه كبيره حبه البركه، معلقه كبيره حبوب الكمون، 5 بصل كبير، 1.5 كوبايه زيت زيتون، 1 معلقه كبيره سماء، 1 معلقه صغيره بهارات ملح وفلفل، معلقه صغيره حبهان مطحون. طيب وعايزين زيت زيتون وسمسم اضافي لقاع الصينيه. انا يعني العجينه هقول لكم ازاي بتتعمل علشان ما نضيعش وقت فيها، لان العجينه بتتعمل عادي خالص. هناخد الدقيق الاسمر اللي عندنا 3 كوبايات، وهناخد الدقيق الابيض اهو، هناخد حبه البركه هنحطها، وهناخد حبوب الكمون هنحطها، وعندنا ايه تاني، وعندنا شوية السمسم بس خلاص كده، رشة ملح هناخد الكلام ده كله وهنحط عليه مية وهنعجنه كويس جدا. طيب بعد ما هنعجنه كويس قوي هنسيبه يرتاح نص ساعة مثلا بعد ما بتتعجن كويس قوي. هي دي العجينة كده خلاص، كده تبقى العجينة عندنا بشوية مية وبتبقى جاهزة 100%. هسيبها ترتاح نص ساعة على الأقل نص ساعة، وبعدين هنبتدي نشتغل فيها بعد ما نكون عملنا الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن زيت زيتون فقط، زيت زيتون وكمية كمية من زيت الزيتون، فهنحط تقريبا كده هنا كوباية من زيت الزيتون، وعندنا هنا البصل هناخد البصل. الفراخ عندنا انا سلقت الفراخ، اسلقوها بالمطيبات اللي انتوا متعودين عليها، يعني ممكن تحطوا لها كل اللي انتوا بتحبوه اللي هو مثلا ورق اللورة وعود القرفة والبصلة والحبهان، ولو عايزين يعني اللي انتوا بتحبوه اعملوا بيه البصلة الفرق الفراخ بتاعتكم. وبعد ما بتتسلق بناخدها وبنقطعها من العظم، زي ما قلت لكم في ناس بيعملوها بالعظم بس بتبقى مشكلتها في التقطيع، وان يعني كده انه عجينه وجواها فراخ بالعظم انا ما بحبهاش، فالجزء الاكبر من الناس بينسلوها او بيخلوها من العظم بعد ما تتسلق وبيستعملوها في الاكله. دلوقتي احنا عندنا هنا البصل هنحطه مع زيت الزيتون، وعلى فكره احنا حاطين كوبايه بس احتمال نعوز اكتر كمان، وهخليه على النار بعد ما يستوي خالص، يعني بحط له شويه من الشوربه بتاعه سلق الفراخ
وبحط له كمان الفراخ المقطعة، وهنبتدي نتبله مع بعض. بس الكلام ده بعد ما البصل يستوي عندنا. طيب احنا عاملين في صينية اكبر شوية، بس دلوقتي احنا هنعمل في الصينية دي، هناخد دلوقتي دي الشوربة اللي هنحط منها شوية، هناخد دلوقتي زيت الزيتون اللي عندنا اهو، وهندهنه كده هنا عشان افرد عليه العجينة بتاعتنا. وهناخد حتة من العجينة وهنفردها هنا. نجيب النشابة هنطفي دي، وهنفرد العجينة بتاعتنا. نفردها كويس على قد الصينية وأكبر، يعني أول واحدة هنعملها على قد الصينية بتاعتنا وأكبر كمان علشان نحطها على الأطراف، نغطي الأطراف بأول طبقة. يعني كده ممكن ناخدها كده. بنحط شوية زيت زيتون برضو في القاع هنا، وناخد العجينة بتاعتنا ونحطها كده هنا. خليني افرد الحتة دي بس شوية، حسيتها تخينة اما مسكتها بايدي. بعدين طيب هناخد دلوقتي دي كده ونحطها كده هنا، ونحاول نخلي كده الاطراف شوية عالية علشان خاطر لما نيجي نحط الطبقات، يعني شوية كده بنخلي دي كده اعلى. هي المفروض تبقى اعلى الصراحة، خليني افردها تاني معلش عشان نعملها مظبوطة، المفروض نعليها عن كده شوية. يا مدام منى يا جميلة. يا شيف غادة انت اللي جميلة. ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ ده بيجنني انا. الصوت بعيد قوي مش سامعة. بقولك اللون الفسفوري ده جميل قوي. ده انا مش سامعة حاجة خالص، اصل السماعة طالعة من ودني ومش عارفة احطها. لان ايديا مش ايه؟ طب اطلبك تاني. حبيبة قلبي ربنا يخليكي، اخبارك ايه يا مدام منى؟ انا كويسه. وبعدين وصفات الاردن دي، انا لما كنت في الاردن احلى اكل اكلته يا حبيبه قلبي بجد. هو كل يعني المطبخ الاردني جميل الصراحه، أوي والاكل أوي اللي فيه أوي أوي. لذيذ. احنا كنا في ضيافه الملكه رانيا، وبجد ورحنا بترا وشفنا الجمال بتاع الاردن. جميله 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 جميله. هي بلد جميله دي حقيقه. ربنا يديمها دايما عليهم يا رب. يا حبيبه قلبي انت اخبارك ايه؟ انا كله تمام الحمد لله، وبطمن عليكي ومبسوطه ان انا بشوفك وبسمع صوتك. حبيبه قلبي انا والله بنبسط جدا لما بسمع صوتك يا مدام منى، ربنا يخليكي كده دايما ونسمع عنك كل خير حبيبة قلبي. طيب احنا هنا يا حبايبي عندنا البصل بس عايز شوية يتحمر. هنعمل ايه في الفترة دي؟ خلينا نكمل بس حاجة للمنسف. المنسف انا بحب اعمل له حاجة تانية، وهي مش كل الناس بتعملها، مش كل بس في ناس كتير بتعملها ومش كل الناس بتعملها، علشان خاطر نكون صريحين واضحين. انا بحب احط معاه شويه بصله مع الصوص بتاعت الجميد، بحب احط مع صلصه الجميد، بحب احط معاه شويه بصله متقلبه في سمنه برضو بلدي، وبعد ما بيخلص بصفيه من البصل عشان هو مش مفروض يكون فيه بصله. فانا هحط البصله دي لانها الصراحه يعني فرقت
في الطعم، وانا اتعودت عليه خلاص بطعم البصله دي. زي ما قلت مش كل الناس بيحطوا البصله، بس انا بحب احط معاه البصله، انا من الناس اللي بيحطوا البصل. فهنخلي كده السمنه البلدي على النار دي كده خلاص السمنه دي، وزي ما قلنا الحاجات كلها بتاعت المنسف موجوده عند محلات المنتجات السوريه، الجميد بقى والسمنه البلدي والعيش الاشراك والحاجات دي كلها. طيب هناخد البصله، بصله بس كده نحطها هنا، هنصفيها هنصفيها، البصله هتتصفى يعني، دي بس هقلبها شويه في السمنه وهحطها على النار مع اللحمه والجميد اللي على النار، وعند التقديم هصفي الجميد بتاعنا علشان ما يبقاش فيه البصله موجوده. هنقلبها شويه بس كده. المنسف والمكموره من الاكلات اللي بتتعمل في المناسبات كمان، يعني غير ان ممكن تتعمل في البيت، بس هي من الاكلات المحبوبين قوي 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 في الاردن. وابتدى دلوقتي المنسف بشوف ناس كتير في مصر بيعملوه، لان هو فعلا اكله لذيذه. طيب دلوقتي احنا كده قلبنا البصله بتاعتنا في السمنه، هناخدها بقى هي والسمنه البلدي وهنحطهم على الجميد وهنسيبها على النار تغلي تغلي لغايه ما يجهز عندنا الجميد. وزي ما قلنا احنا مسويين اللحمه ثلاث ارباع استوى وهي بتكمل السوى بتاعها جوه الجميد. هناخد دلوقتي السمنه والبصله ونخليهم كده هنا، وزي ما قلنا كل ده هيتصفى هيتصفى، هنسيبه بقى كده على النار لغاية ما يكمل الاستوى بتاعها. خلينا بقى دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي البصل بتاعنا تمام كده، هناخد زي ما اتفقنا هنحط له شويه شوربه علشان يستوي زياده، فهنحط كده شويه هنا وهنسيبه بقى في الشوربه دقايق كده على ما نخلص اللي احنا بنعمله، دقايق كده. يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفرد برضو بقيه العجين اللي عندنا برضو على شوية زيت زيتون هكذا. لازم تجربوا الوصفات دي يا حبايبي لأنكم هتحبوهم جدا جدا جدا. وأنا مبسوطة إن احنا رجعنا تاني الفقرة أو اليوم بتاع المطابخ العالمية، علشان نقدر نعرف نتعرف على قد إيه في أكلات لذيذة في البلاد. اهي شوفوا هنعمل بس كده، دي لازم نقطعهم، نقطع كده نقطع قصدي العجينه، نخليها شويه مدوره مدوره علشان اقدر احطها في الصينيه. مش كده 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 ممتاز. هناخد بقى دلوقتي الفراخ بتاعتنا اللي احنا زي ما اتفقنا سلقناها وحطيناها دلوقتي من غير عظم، هنحطها مع يا سلام اللي فوق مقطع صغير واللي تحت مقطع كبير، تمويه. احنا بنقطعها متوسط كده كده، حلو قوي تمام بهذا الشكل. وهناخد بقى دلوقتي التوابل بتاعتنا اللي اتفقنا عليها ونحطها. الصراحة مرة دقت مكمورة معمولة بالعظم، هي في ناس بيعملوها بالعظم بس طعم المكمورة كان حلو قوي، بس كان بتغلب انك كده نيجي نقطع العجينة نلاقي جوه فيه عظمة، فخلينا احسن في اللي من غير عظم.
تمام كده، اوكي حلو قوي. يلا بينا نتبل الاكله اللذيذه قوي بتاعتنا. عندنا هنا شويه ملح، شويه فلفل، عندنا بقى السماق والحبهان والبهارات، شويه حبهان مبشور مطحون، رشه بهارات، سماق، وهنقلب بقى الكلام ده كله كده. وكده عندنا الدنيا جهزت ان احنا نبتدي نشتغل فيها. هنعمل ايه بقى؟ هناخد دلوقتي هنعمل طبقات 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 من العجين. هشيلها من على النار. خلاص كده تمام التمام، كده تمام التمام اهي. تمام يا حبايبي، يلا بينا. خلينا نشوف بس هذا الشيء الرائع، هذا الجميد الجميل. ايه بتقول؟ ايه بتقول؟ ايه مش سامعة. هناخد دلوقتي الفراخ بتاعتنا والبصل وهنحطها كده هنا. في ناس بيحطوا البصل لوحده والفراخ لوحدها، انا الصراحة بحبهم مع بعض، يعني بيعملوا طبقة بصل وبعدين طبقة فراخ وطبقة بصل وطبقة فراخ، لا انا بحبهم على بعض. هناخد دلوقتي العجينة اللي عندنا المدورة، وهنحطها كده هنا، شايفين؟ ولازم تبقى الطبقة رقيقة كده. هرجع تاني احط طبقة تانية من الفراخ والبصل فوق هنا كده، فوق دي بهذا الشكل، ونوزعها ونرجع تاني نحط برضو حتة من العجين، وهكذا لغاية ما الفراخ او الصينية عندي تخلص، ايهما اقرب. هناخد حتة تانية زي ما اتفقنا ونحطها كده هنا. وهنعمل بقى كده لغاية ما نقفل كل الصينية بتاعتنا بالعجين، بطبقات العجين وطبقات الفراخ والبصل. كل اللي بيزيد ده برجع تاني اعجنه، بس انا بحاول اديها شكل مدور كده اهي. وهنحطها هنا ونرجع تاني نعمل نفس الطبقة، ونفضل كده لغاية ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. يعني شوفوا لو حطينا ده كده دلوقتي، دي بتستوي ازاي بقى؟ باخدها بحطها في بغطيها بالفويل، وبحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا ساعة ونص. احنا بنفضل كده. بحط اخر طبقة دلوقتي اللي هي، يا مدام يسري يا جميلة يا حبيبتي، تسلم ايديكي والله. تسلمي لي يا قمرة، اخبارك ايه؟ انا عايزة اكلمك من بدري بس سرحانة في العشق الاردني ده. يا حبيبة قلبي ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. طبعا الـ بيقولوا على الجميد جميد جميد. مش كده؟ عشان احنا جيراننا كانوا اردنيين، فيعني عارفه صح. جميد. طيب كنت عايزه بقى المقموره دي العجينه، بس ما لحقتش اخد بالي من العجينه بتاعتها. ننزل لك المكونات حالا. ده الرقاق بقى الفاخر بتاعنا. حالا ننزل لك المكونات، تأمري يا مدام يسر. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي، تسلمي لي يا رب. حبيبة قلبي انت. يلا طيب هنغطي يا حبايبي العجينة كلها كده دلوقتي، وهنقفل عليها بالاطراف اللي كانت عندنا كده بهذا الشكل، وعلى الفرن زي ما اتفقنا درجة حرارة 180، بنغطيها بالفويل وبنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص.
ده بيكون شكلها لما بتطلع من الفرن. خلينا دلوقتي اهي وصفة العجينة اهي. خلينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الاكلات بتاعتنا ونعمل معاكم كمان وصفة من المطبخ الاردني. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا الاخيره علشان نلحق نعملها، وهي اقراص العيد. ودي وصفه فين القالب اهو، بتتعمل دايما في المناسبات السعيده والسعيده. طيب علشان نعملها عايزين اربع، انا هحط الحاجات الجافه الاول هنا وانا بقرا لكم المكونات. عايزين اربع كوبايات دقيق، 2 معلقه كبيره سمسم، 2 معلقه كبيره حبه البركه، 2 معلقه كبيره ينسون حب، 2 معلقه كبيره حليب بودره، ونص معلقه صغيره مستكه مطحونه مع معلقه كبيره سكر، نص معلقه صغيره محلب مطحون، وعندنا 2 معلقه كبيره سكر، 1 معلقه صغيره كركم، 3 ارباع كوبايه زيت زيتون، وماء دافئ للعجن وزيت زيتون اضافي. طيب هنحط كل المكونات الجافه زي ما اتفقنا، كل المكونات الجافه اهي، وعندنا زيت الزيتون اهو. خلينا بس نلف دول كده لفه. هنحط زيت الزيتون كده اهو، وعندنا ده مش بتاع العجين فهنشيله، ونحط بتاع العجين اللي احنا لازم نستعمله اهو. هحط ميه لغايه ما يبقى عندي عجينه كويسه كده، يعني زي ما احنا متعودين نعمل العجين، عجينه ملساء كده، ونبتدي نعجن. طيب بعد ما نعجنها لازم نسيبها ترتاح. هنعجنها كويس جدا ونسيبها ترتاح لغاية ما تخمر معانا تقريبا ساعة، وبعدين نبتدي نعملها. هنعملها ازاي؟ عندنا القرص او القالب الخشب اللي هو ده، بتقدروا تجيبوه وبتقدروا تستعملوا، يعني تستعملوه ندور عادي لو انتوا عايزين، بس هو طبعا بيبقى احلى وهو معمول في القوالب دي، بتديله شكل لذيذ جدا. وبرضو القوالب دي هتلاقوها في محلات الاكل السوري. هناخد زيت الزيتون اللي عندنا اهو، وهنحط منه كويس على العجينة بتاعتنا، على القالب بتاعنا. هنحط شوية زيت زيتون بهذا الشكل كده، وناخد العجينة بتاعتنا المختمرة. يفضل ان احنا نقطعها كور ونسيبها تخمر كمان مرة، ده بتبقى بتدي نتيجة احسن. هناخدها نحطها كده هنا ونبتدي نفردها بحيث ان هي تغطي القالب بتاعنا كله، شايفين بالشكل ده. عشان كده لازم نحط الزيت تحت علشان ما تلزقش فيه العجينة. بتفردوها طبعا كويس احنا عشان الوقت، عشان عايزين نروح نغرف اكلنا اهي كده، شايفين. بس بقى تيجوا ترفعوها، شايفين ده بيكون شكلها، شوفوا اهي. هناخدهم هنحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يستووا معانا، وده بيكون شكلهم بعد ما بيستووا، بيبقوا طرايا كده وطعمهم لطيف جدا، وبالذات مع الشاي حاجة جميلة قوي قوي قوي. هناخد بقى دلوقتي المنسف اللي عندنا، هنحط الرز. قبل ما نحط الرز صحيح، معلش لازم نحط شوية من الجميد على العيش. انا فردت العيش كده زي ما انتوا شايفين، هنحط شوية من الجميد على العيش اللي عندنا. ونبتدي بعد كده نحط الرز بتاعنا.
كده تمام، نحط بس شويه كمان كده هنا وخلاص. خلاص تمام كده. كده اهو هناخد بقى دلوقتي اللحمه اللي عندنا، خلينا نشيل ده من هنا. هناخد اللحمه ونبتدي نحطها على الوش. سخنة نار. وانا عندي هنا الجميد اللي قدمته زي ما انتم شايفين كده اهو في الطبق بيتقدم على جنب. وطبعا الجميد المنسف بيتاكل في الاردن بالايد اهي كده. تمام التمام. خلينا نشيل ده من هنا ونجيب اللوز والصنوبر ونحط بقى لوز وصنوبر وكده. كده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده. عملنا لكم فيها المنسف الاردني اهو سخن زي النار، طعمه بيبقى لذيذ جدا. ازاي بيتاكل؟ بناخد شويه من الشوربه او يعني الجميد بنحطه على الرز مع حته لحمه وبيتعمل كده بالايد كوره وبيتاكل. ومن اللذيذ بقى في وقت الاكل ده ان كل اللي يعني ان اللي قاعدين ممكن يعملوا الكور دي ويلقموها لبعض، فبتبقى لذيذه والجمعه بتاعته بتبقى حلوه جدا. عملنا معاكم النهارده المكموره، والمكموره من الاكلات اللذيذه جدا، عايزاكم تجربوها وتشوفوها. في عندنا وقت نقطعها يا حبايبي ولا ايه؟ ممكن؟ يعني هو ما ردش عليا وانا بقطع عادي. مش اه معلش يا مخرجنا العظيم، بعد اذنك يعني، بعد اذنك. عملنا المكموره يا حبايبي، المكموره زي ما انتم شايفين هي طبقات من العجين، العجين المعمول بالدقيق الابيض والدقيق الاسمر. شوفوا اهي، شوفوا الجمال. والعجين طبعا مستوي جدا لان بقاله ساعه ونص على الفرن. وعملنا كمان معاكم المنسف الجميل اللذيذ اللي لازم تجربوه. وعملنا كمان معاكم اقراص العيد. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 8 بالليل والساعه 8 ونص الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.